ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين. وشدد الرئيس المصري على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.